كلشي تقريبا 2 دراهم، جبنا الخيال شويه طالع ما بين 100 ريال 90 ريال، الجلبانه 100 و 140 هما اللي غاليين، ماشي الاخر كلشي 40 50. تكون الساعه رخيصه، تكون الركود، تكون الكساد، تيكون الكساد دابا حتى الفلاح لا ما باعش السلعه بالثمن لا ما باعش بالغلا، تيكون حتى العميل تكون طايحه، تكون طايحه تيكون عندنا حنايا السقاطه اللي تسقطوا تكون عندنا الضرر. الثمن ميت ماشي مناسب لا ليك البيع شريك. يعني بالنسبة للمستهلك رخيصة عليه؟ المستهلك رخيصة والبيع شريته ياكل العمود. القدرة موجودة. الثمن راني قلت لك الثمن طايح، تتشري بثمن وتجي تعطيها لعباد الله وصافي، تتصدقها لهم وصافي، ما تجمعش حتى فلوس.